يعني هو قبل الإجابة على هذا السؤال، يعني وصل قبل قليل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلين، منزل لعائلة قنن وعائلة أحمد في منطقة حي الأمل في شمال غرب خان يونس، حيث أدى هذا القصف الإسرائيلي إلى تدمير المنزلين ووقوع عدد من الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، فيما تعمل فرق الدفاع المدني والإسعافات على انتشال عدد من المفقودين من تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الطائرة الحربية الإسرائيلية في هذه الغارة الأخيرة على منطقة خان يونس، تحديدا منطقة حي الأمل، والتي استهدفت منزل عائلة قنن وأحمد. ويعني هناك حسب المعلومات بأن لا زال عدد من المفقودين تحت أنقاض هذه المنازل أو المنزلين التي دمرتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية. يعني ربما للمرات القليلة التي يهتم بها سكان قطاع غزة، سواء كانوا البسطاء أو المتعلمين أو المثقفين أو السياسيين أو كل الشرائح المجتمعية تهتم بما يحدث على المستوى الدولي، رغم يعني إن فقدان الأمل في هذا المجتمع الدولي الذي يعني ينظر إلى معاناتهم ومأساتهم منذ 77 يوما وجرائم القتل الإسرائيلية دون أن يحرك هذا العالم أي ساكن في وقف هذه جرائم القتل الإسرائيلية التي تستبيح كل شيء في قطاع غزة. لكن الناس تنظر باهتمام، تتابع، تسأل كثيرا، تأتي هنا إلينا تسألنا عشرات الأسئلة عن الموقف الدولي، عن الموقف الأوروبي، عن الإدارة الأمريكية، عن مجلس الأمن، الأمم المتحدة، كل أسئلتها تنصب حول يعني سؤالين رئيسيين. السؤال الأول، هل هناك هدنة في الأفق؟ ومتى سيتوقف هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ حتى النساء ربات البيوت، النساء البسيطات اللواتي يسعن إلى يعني الحفاظ على أبنائهن وعوائلهن يسألن كثيرا، يعني منذ ساعات الصباح الأولى وحتى يعني منتصف الليل، والناس تسأل متى الهدنة، هل هناك وقف إطلاق النار، ما الذي يحدث في القاهرة، ماذا دار بين وفد حماس والجهاد الإسلامي مع الحكومة المصرية أو مع الجهات المصرية، ماذا يحدث في قطر، ماذا يحدث في القاهرة، ماذا يحدث في الأمم المتحدة. حقيقة هناك اهتمام بالغ، وهذا الاهتمام ناتج على أن الناس يعني تعيش أوضاع مزرية، أوضاع صعبة، أوضاع مأساوية، الناس لم تعد قادرة على التحمل أكثر في وجه هذه الآلة البطش والقتل الإسرائيلية التي تمارس عمليات القتل الدموي والعنيف والذي يستهدف منازل المواطنين. يعني معظم الاستهدافات هي لمدنيين، لأطفال، ما رأيناه الآن قبل قليل في قسم الطوارئ هم نساء وأطفال ورجال كبار كانوا آمنين في منازلهم عندما استهدفتهم الطائرات الحربية الإسرائيلية التي لا تزال تحلق بصورة كبيرة جدا في أجواء خان يونس. لذلك الأنظار كلها هنا في قطاع غزة مهتمة بما يحدث في مجلس الأمن، في المجتمع الدولي، حتى في يعني اللقاءات الثنائية التي تعقدها المخابرات القطرية والمصرية والإسرائيلية والأمريكية من أجل وقف إطلاق النار. الناس باتوا مهتمين بأدق التفاصيل، لأن الناس يتطلعوا إلى وقف هذا العدوان ووقف هذه المحرقة والمجزرة المروعة التي ترتكبها إسرائيل ليل نهار بحق الأبرياء، والذي يدفع ثمنها الباهظ هو من أشلاء الأطفال والنساء وكبار السن والشيوخ والنساء، مجازر مروعة تحدث. لذلك لا. الناس مهتمة جدا بما يحدث سواء على الصعيد العربي أو على الصعيد الدولي، والحراك الكبير الذي يدار يعني في أروقة الأمم المتحدة، مجلس الأمن وما إلى ذلك. الناس تسأل كثيرا، لكن مع الأسف لا جواب يعني يطمئن قلوبهم أو يشفي غليلهم أو يطمئنهم أن الحرب باتت وشيكة على الانتهاء. يعني لا يوجد، يسألون كثيرا لكن حقيقة نحن لا نستطيع يعني إعطائهم جواب شافي يشفي غليلهم ويطمئنهم. ويبقى الحال كل الأنظار هي مسلطة على ما يحدث في القاهرة وعلى ما يحدث في قطر وعلى ما يحدث في الأمم المتحدة وما يقوله المسؤولون الأمريكيون، الذين يعني الناس هنا تتهم الإدارة الأمريكية بصورة كبيرة جدا بالمشاركة الفعلية في جرائم القتل التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي. مراسل غد إبراهيم قنن في خان يونس متحدثا إلينا من أمام مجمع ناصر الطبي.